أجريت عملية جراحية الولادة ولم أصم العام الماضي لعدم الاستطاعة، فما العمل؟ الجواب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربي قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت يا أختي درت عملية جراحية، نسأل الله لك السلامة وأسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ولكن ما قدرتيش تقضي تلك الأيام، ربي قال: فعدة من أيام أخر. درك الآن إذا كان الصحة نتاعك راهي تتمثلين للشفاء، يعني إن شاء الله يجي نهار تبري، وطبعا والعبرة بالغالب، هنا استناي ما عندك حتى إثم، النهار اللي تبراي ما شاء الله أقضي الأيام نتاعك قضاء تقضيها والسلام، وما عندك لا فدية ولا شيء، لأنك كنت مريضة، كنت درتي عملية جراحية. أما إذا كان لا تستطيعين الصيام أصلا الآن ولا بعد الآن، ممكن يقول لك الطبيب: ها عندك ربما مرض مزمن، ربما صحتك لا تسمح نهائيا في المستقبل، هنا تخرجي الفدية وفقط على الأيام اللي ما صمتيهاش. قلت مثلا في نادي خدمة كالوبيراسيون اسكو سي عدن وكذا، وخذ زمر رمضان نيس على جال يعني يمدر فا في نكت فارثولو زميل غارة. الجواب: ما إلا ثوالا ضيماني إن شاء الله، يعني قريبة تحلوض ونايم الطبيب باللي تعطي دار إن شاء الله ويشفى لك فوس ربي، أرجو من الميث حليض ما شاء الله أتغرمض والساني تشيض. ما إلا ثوالا ضيماني مول الزمر دار لا ثولا ولا غير زداف، نغاميني الطبيب سياض لهلاك النظام ومي تسمي حاله باش تزمض ذاكي اتفضوض اتصدق في رمضان وذي قبل ربي ان شاء الله، نسال الله القبول.